بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأدلة من الكتاب والسنة على وجود الجن. دلت النصوص القرآنية على وجود الجن وأن لإيجادهم غاية في هذه الحياة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ صدق الله العظيم. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وجود الجن، فقد جاء في الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه 3 أيام، فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.